هو تلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي والحضاري والوطني وتعمل على نشر الخدمات الثقافية. أنا عايزة نضيف ليها جزئية إن تشارك الدولة بتراث الثقافي والحضاري في الأعمال الفنية، بمعنى إن الدولة ما عندهاش فلوس عشان تدعمنا وتعمل لنا مثلا أفلام تاريخية وأفلام كبيرة وأفلام ذو قيمة، لكن عندها أشياء دي تقدر بفلوس. يعني لو أنا عايزة أعمل عمل تاريخي، وزارة الثقافة بتمتلك عدة قصور قديمة أقدر أصور فيها، توفر لي جزء كبير جدا في الميزانية، إن أنا لو بنيت القصور دي بتكلف ملايين، فبالتالي ما أقدرش أعمل مثلا العمل التاريخي. لما بنصور حاجة مثلا في وزارة الآثار تخص وزارة الآثار بندفع فلوس كتير. مفيش في مصر غير المسيحيين واليهود والاسلام، فعايزين الماده دي زي ما هي كده، ومش عايزين البوذيين ولا عايزين الناتج. تصريح صغير في الماده 17 وتكفل الدوله تقديم خدمات التامين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان عايزين نضيف واسقاط المعاشات ووفقا لمعايير الدوله. يعني مهم جدا ان الفقير يتعالج وفقا لمعايير الدوله اللي جايه بعد كده في ماده 18 في التعليم. الحاجه الاخيره اللي هي التصويت الفردي، الفردي ليه مخاطر خطيره جدا بالذات في الدوره الاولى والدوره الثانيه. زي قضاء الناشر يعني ما يبقاش فيها عقوبات سلبية للفنانين. احنا عارفين ممكن الفنانين بسبب اعمالهم بيتعرضوا للحبس، واي حد يرفع اي قضيه زي ما اتلغت المساله دي. قضاء الناشر احنا عايزين برضه فيها الاتجاه اللي احنا كلنا عايزينه.